والله ما يصير يا شباب، انتم تبقون مكانكم مثل ما كنتم. احنا اصحاب بيت، انا والاطفال ننام هنا بالصاله والنسوان ينامن مع بعض بالغرفه. انت بتقول يا ابو الرحمن عيب ما صحش الله، واحنا غرب ده بيتنا. كملوا فرش المراتب دي على الارض، احلى نومه نومه الارض دي. والله انا يعني خجلان منك يا استاذ ناجي. يا رجل خجلان ايه ده، انا اللي خجلان والله. العيال دي حتبوظ الدنيا. هاي شو هاي؟ الله 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 الله. هشكو شنو الموضوع؟ على كيفكم؟ بابا اللي هو اللي تعور. شنو الموضوع؟ تقبل بالله استاذ تقبل؟ الاستاذ ناجي والشباب يردون ينامون بالصاله ويتركون غرفهم، بالله هي اصول. لا 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 ما يصير استاذ ناجي ما يصير، يلا الشباب يطلعون على غرفهم يلا. علي الطلاق بالثلاثه ما هم نايمين غير في الصاله. الله يخليك استاذ ناجي، لا تحلف لا تحلف ارجوك. انت بتقول ايه يا استاذ سعد؟ وفي بيننا وبين بعض تكليف؟ قرا يا راجل. انتوا اسعدتونا استاذ ناجي، انتوا وجوكم حلو علي. تدري انا هاي اختي الصغيره زينب، صار لي شهرين ما شايفها، وهاي مو بس اختي، لا انا اللي مربيها مثل بنتي، وزوجتها لعبد الرحمن وهذول ولدهم، ما يرتاحون الا هنا ببيتي. انت راجل طيب، انت راجل طيب. اشكرك اشكرك استاذ ناجي. انا صدق استاذ ناجي، انا عندي بالسرداب غرفه، ممكن فين؟ تنقل بالسرداب. في السرداب ممكن تنقل الجناط مالتك هناك حتى يصير مجال بغرفتك تنام براحتك، ويمكن تنقل واحد من الشباب يمك. لا 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 لا، الا الشنط، انا ما اعرفش انام الا والشنط دي جنبي بصراحه، اصلي فيها اوراق مهمه، فيها ملفات دبلوماسيه في منتهى الخطوره، توب سيكريت. حقك استاذ ناجي، الله يوفقك. طب هقول لك على حاجه، لو نزلت الشنط في السرداب، انا انام في السرداب ما فيهاش حاجه. هذا شلون حكي استاذ ناجي؟ شلون حكي هذا؟ حد حكي هيك شفته؟ عن امي. منو؟ كمال تفضل تفضل تفضل، شنو الموضوع؟ فهمني طمني. تهديد وصل، هجرونا. بابا فهمني شنو الموضوع؟ ميليشيات شيعيه دخلت علي بالبيت وانطوني رساله بيها ورقه ورصاصه، ومكتوب بالورقه لازم تغادر خلال 24 ساعه من المنطقه. منطقه ايه؟ هاي منطقه الحريه، الاغلبيه فيها شيعه، لما يغضبوا على احد تجي الميليشيات الشيعيه تهجرهم. الله، يعني دول يهجروا دول ودول يطردوا دول ودول فرحانين قوي عشان دول وقعوا في دول؟ ده عيشه تقيل من ليله ب60 ليله دي. ما عرفتنا بالاخ. الاستاذ ناجي عطا الله اخويا وصديقي، والشباب اللي معاه دول ضيوفي كلهم من قبل عمك ابو القاسم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. اخويا كمال الصغير بيني وبين زينب. اهلا استاذ كمال، انا اسف عاملين لكم ربكه يعني. ربكه ايش؟ يا استاذ ناجي احنا بنص الربكه. اختك زينب هي وزوجها هجروهم من الدوره ميليشيات السنيه. هسا عندي استاذ سعد، انت مش قلت لي السرداب فاضي تحت؟ نعم. يا شباب اطلعوا هاتوا الشنط من فوق. استاذ سعد، انت ليك قرايب تاني في بغداد؟ نعم. هيجوا برضو؟ راح اوديش المحل ابو العبايات، احسن واحد يسوي عبايات ببغداد. ومو اشكال اذا طويله هو يضبطها الك، لا تخافين. مش عارفه اقول لكم ايه، بس تعبكم معايا. لا 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 حبيبتي، ولا يهمك، تعبك راحه قلبي. تعالي بس تعالي اراويش المحل مال عبايات هياتك. تعالي.
محمد عبد الوهاب الله يرحمه لو كان عايش يقدر يغني هذا الكلام؟ نحلم بالوطن العربي الأكبر، احنا الآن ما نقدر نحلم نوحد الوطن الأصغر، البلد مقسم إلى 100 قسم. أستاذ سعد، أنا عندي سؤال عايز أسأله بس متردد شوية. لا بالعكس، قول أسأل. الوضع قبل الاحتلال كان أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ ها أجاوباني لو عندكم وجهة نظر. جاوب أنت سعد، جاوب. أستاذ ناجي، الجواب الأول أستاذ ناجي، قبل الاحتلال كنا عايشين بأمان واستقرار، خدمات عامة حقيقية، يعني كانت أكو دولة، أكو حياة، أكو بشر، مستقبل. ولكن ممنوع تتدخل بالسياسة، ممنوع تفتح بمه، ممنوع تنطق، يعني ماكو حرية. الحياة ملهاش قيمة من غير حرية. تسمع الجواب الثاني؟ ولسه في جواب ثاني؟ أنا افتكرت الاثنين خلصوا. بعد الاحتلال ماكو أمان، ماكو استقرار، ماكو دولة، الكل يقتل الكل. لكن أكو سياسة، تقدر تقول لا، تقدر ترفض، يعني عندنا مساحة من الحرية. طب إزاي بقى يبقى في حرية والبلد واقفة؟ شفت سؤالك شلون إلى جوابين أستاذ ناجي؟ وانت بكيفك براحتك، تريد الجواب الأول ولا الجواب الثاني؟ إذا كان علي أنا عايز حرية وعايز خدمات، يبقى ما تقدر تعيش بهذا الوضع. اسمع يا سعد، الوضع السابق ما كان ممكن يتغير لولا تدخل الأمريكان، وهاي حقيقة علينا أن نعترف بها كلنا. الوضع سيء، الأمور دا تصير من سيء إلى أسوأ. لا كمال، إحنا دا نعيش بأسوأ وضع الآن. لا يا سعد، أنا أتذكر قبل كنت أجيك لهنا للبيت وما كانوا الأمريكان داخلين للبلد، وكنت تقول نفس هاي الجملة ونفس هذا الحكي. اسمعوا يا جماعة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، العيب فينا إحنا. لا كمال، لا لا تبرر المذنب وتخلي الذنب عليك، يعني أنت الشعب، والشعب الآن لا حول إلا ولا قوة. ليش؟ إحنا مو بشر؟ إحنا ليش يعني ما نقدر نعترض ونقول لا؟ ما كنت تقدر تقول لا لو لا تدخل الأمريكان كمال. لا كنت أقدر أقول لا. صلوا على النبي يا جماعة، يعني ده سؤالي اللي أنا سألته، وأنا ندمان إن أنا سألت السؤال. اللي يدري يدري، والما يدري قضبة عدس. مظبوط، هو ده التحليل المنطقي. هو قال ايه؟ معناه ايه يعني؟ هو بيقول نفس الحكايه مالتكم المصريين، اللي ما يعرفش يقول عدس. اللي قاله ده اللي ما يعرفش يقول عدس.